اول حاجه عايز اعرفكم على قناه طارق علي. اهلا بيك. جهزت الاكل قد بعض؟ اه والله اهو. دلوقتي حالا هيبتدي تحدي قوي جدا علشان خاطر الفكره فكرتها، وانا قلت لها ما عنديش مشكله وانا وفريقي جاهزين. عاجبه اللي بيعملوا فيا. اه ونادى كمان مصره على ان هي تطلع في تحدي، عايزه تبين لكم ان هي قويه وانا طبعا فريق الاشباح جاهزين في اي وقت لاي تحدي ممكن تتخيلوه. هتلاقونا مين اللي هيكسب؟ احنا اللي هنكسب. حالا دلوقتي هتعرفوا النتيجه لما تروحوا تشوفوا الفيديو اللي عندنا في عائله حمدي ووفاء. طبعا احنا علشان خاطر يبقى فيه مصداقيه لازم ان احنا نعمل الاكل في نفس التوقيت، محدش يستنى حد لان ده تحدي سرعه. عشان لو حد بدا قبل حد هيعرف خلص امتى. قبل ما نبدا بقى الفيديو شجعوا ملكات النح وحطوا لنا لايك واشتركوا في القناه لسه ما اشتركش، عشان عملنا لكم تحديات زي ما طلبتوا. اه طبعا طلبتوا مننا ان احنا نعمل تحديات، وانا هنا مش هقدر اتكلم على ان انا هكسب او هخسر، انا هتكلم في قناتي هناك وفي قلب التحدي بتاعي، وان انا مش هقول لكم بقى لايك واشتراك، مالناش دعوه بيهم هنا. هنا مش لازم تحط لايك. طبعا احنا بقالنا كتير ما عملناش تحديات لان انتوا ما كنتوش بتشجعونا الايام اللي فاتت، وقلتوا لنا لا خلاص هتشجعونا، قلنا خلاص نعمل تحدي ونشوف. بس الفيديو ده لو وصل 100,000 لايك هنعمل لكم تحدي اقوى من كده. في تحدي قوي تاني؟ تحدي ده على السرعه. بص الكميه قد ايه؟ كميه كبيره بس كمية كبيرة. على السرعه. تحدي سرعه، وطبعا حمام زي ما انتوا شايفين، وفراخ مندي، وكفته مشويه، ومعاهم ورق عنب شويه كده، وطبعا الصينيه دي لازم تخلص كلها على الرز وعلى كل حاجه. اه انا علشان خاطر ما تغشوش. ما هو الناس هتروحوا تشوفوا الفيديو بتاعه عشان لو غشني تيجوا تقولوا لي الصينيه تبقى فاضيه. قعدتوا بقى ترغوا مع بعضيكوا وما خلصتوش مالناش فيه. مالكوش دعوه. خلاص؟ نقعد قعدت حظه هنكسب. في المونتاج هيتحط توقيت وتشوفوا مين اللي خلص اسرع، وتحكموا على الفريق اللي خسر بالعقاب اللي انتوا شايفينه هننفذه من التعليقات. هيتنفذ ايا كان مين اللي هيكسب. انا بالنسبه لي في عقاب في دماغي هقول لكم عليه هناك في قناتي. في عقاب هقول لكم عليه في قناتي هناك في عائله حمدي ووفاء. ماشي. طبعا انا بشاور كده لان احنا مش هنقعد في الريسبشن. تعالوا اوريكم هنقعد فين. يلا يا ندى تعالى بقى قريب الاطباق. خدنا الصينيه، هم نقيناش حاجه، هم اللي اختاروا. احنا اللي اخترنا. اه بس خلي بالك انت ممكن تكون عامله بتاعتنا مثلا حرقه شويه، والله ممكن تكون حاشيه الحمامه كتير. مش انت كنت هتاخد دي؟ ماشي احنا خدنا، احنا كده كده ما بيفرقش معانا. خد الباين، خد بقى. شفت احنا طبعا كل اللي موجودين هنا عند ملكات النحل يجي عندنا عشان يشجعنا وتشوفونا واحنا بنكسب. شجعنا احنا طبعا انتوا عارفين ان احنا لما بنقول على اي تحدي فيه قبل ما يبتدي بنقول ان احنا هنكسب، تعرفوا ان احنا هنكسب على طول. طبعا فريق الاشباح انتوا مجربينه، فريق ملكات النحل على طول بيتكلم وخلاص ما بيعرفوش يكسبوا خالص. يلا امشوا من هنا يا مرحى على اكلك. يلا امشوا. يلا ربنا يزيدنا بصوتك. لو سمعت صوتك وانت بتاكلي انت حر، ما تسمعش صوتك خالص. احنا لازم نتكلم، احنا هنكسب. بس يلا نبدا التحدي احسن يسبقونا. يلا جاهزين؟ جاهزين. ويا عشان اول ما هبدا احط لكم بعد كده العداد يعد. ماشي؟ استنى احط لكم بعد كده العداد يعد عشان ايه؟ ناكل بسرعه. تحب المحشي؟ يلا نبدا؟ يلا استنى بنقسم الفراخ. عايزه صدر ولا ورد؟ صدر. يلا هنبدا، مستعدين؟ يلا. واحد حطوا لايك يلا قبل ما نبدا. حطوا لايك. واحد اثنين ثلاثة. العدد ده بسم الله. بسم الله. تحفة صح؟ عايز تكسبي؟ يا ربي. يلا عد. وانت عايز تكسبي؟ بسرعة عشان نعرف. ساكتين ولا اتكلموا؟ خلوكوا تخسروا. انت كل مره انت اللي بتخسري، احنا مش عايزين نخسر بسبب. ماشي؟ لو كلتي هجيب لك حاجات حلوه كتير. مش كوكي؟ قولي بسرعه. ايه مش قادره ولا ايه؟ لا هيبهدلونا لو خسرنا. بحاول ابدا الاكل بسرعه. مش عايزه اتكلم كتير عشان ما اخسرش. ها؟ انت مش بتحدي خالص. كلي شطورة يا كوكا. انت بتمزمزي. يلا دي عظمة. يلا ما تكتش العظمة انها تطلع. مركزين اتكلموا انتوا. يلا يا كوكا.
خلص حمام. حمام كبيرة صح؟ بس احنا قد ده. نروح احنا من جد. انسحبت ولا لسه؟ تعالى خدها. قربنا نخلص لما بيحبطونا. قلت حاجة. فترة. يا رب ينسحب يا رب. رب يا رب ينسحب. يلا مش هيك حط لايك عشان تك. يلا. حط لايك. حط لايك. عشان كنت شاطرة هتخلص الطبق ده كله. شاطرة يا كوفي. برافو. مش كده ان هما بيستحلفوا لنا. لو كده بقى يبهدلونا. ايه يا كوفي؟ ايه. حلوة الأكل؟ ايه أكتر حاجة عجبك؟ الرز. كنت حلوة. أجيب لك تاني؟ ما شاء الله ما نعملوا مركزين في الأكل. خلصتوا؟ احنا خلصنا. ما تقوليش خلصنا هيبقوا أسرع. لسه قدامنا أكل كتير. مش عارفين نخلص. قولي يلا. انا بس هم مستحيل ممكن ما يكونش كانوا رز. انا خلاص كنا سبب. اوعي تنسحبي. مريم. مش خلاص؟ متعب ولا ايه؟ شكلنا على الطرف. خلصت طبقك؟ طب ندى خلصت طبقها؟ لا بعد ما كوكي خلصت برضو هقول لك ايه؟ هتقدري تاكليها؟ شبعتي؟ احنا داخلين نتغدى مش نتحدى. طب ده الاكل اللي فايت معانا وانا على امل ان هم يكونوا مخلصوش ان شاء الله. روحوا شوفوا بقى الفيديو بتاعهم وقولنا اذا كانوا خلصوا قبلنا ولا مخلصوش ولا انسحبوا. هقفل معاكم بقى الفيديو. يا رب احنا نكسب بس شكلها مش باين مكسب خالص. يلا نقفل معاكم الفيديو مع السلامه. حط لايك. شاطرين. يا رب يكون احنا اللي كسبنا. مش واضح صراحه. مش واضح ان احنا كسبنا؟ هما بقى يرفضوا يقولوا لنا. هما مش هيرضوا يقولوا لنا؟ عايزين نعرف نشوف الفيديو يقولوا لنا. يلا.